بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة وسلاما على من زكى الله سبحانه وتعالى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأثنى على فؤاده وزكاه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى شريعته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وزكى كتابه فقال: وإنه لكتاب عزيز، وزكى أمته فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فصلاة وسلاما عليه دائمين إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا مع النبي المصطفى في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. هذا القرآن الذي زكاه الله سبحانه وتعالى كان له الأثر الكبير في نفوس من سمعه حتى وإن كان كافرا. إن له لسحر في التأثير في القلوب. تأمل معي ما روي عن محمد ابن المنكدر أنه بينما هو ذات ليلة يصلي بكى وكثر بكاؤه، ففزع أهله فتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى صاحبه أبي حازم، فجاء إليه فإذا هو يبكي، فقال له: يا أخي، ما الذي أبكاك؟ قال: رعت أهلك، روعت أهلك، أفزعتهم. فقال: مرت بي آية من كتاب الله عز وجل. قال: ما هي؟ قال: قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، من سورة الزمر. فبكى معه أبو حازم واشتد بكاؤهما. ما الذي أثر في قلب محمد ابن المنكدر؟ ما الذي أثر في قلب أبي حازم؟ إن هذا القرآن له وقع التأثير على القلوب إذا صادف قلبا سليما كالأرض الخصبة، تأثر وانتفع. ويحكي لنا صاحب الظلال الأستاذ سيقطب يقول عند تفسيره لسورة النجم: كنت بين رفقة نسمر، يعني من السمر والسهر ليلا، حينما طرق أسماعنا صوت لقارئ للقرآن من قريب يتلو سورة النجم، فانقطع بيننا الحديث لنستمع وننصت للقرآن الكريم، وكان صوت القارئ مؤثرا وهو يرتل القرآن ترتيلا حسنا.
وشيئا فشيئا، هكذا يقول. عشت معه فيما يتلو، أي عشت مع القارئ وهو يتلو سورة النجم. عشت مع قلب محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الملأ الأعلى. عشت معه وهو يشهد جبريل عليه السلام في صورته الملائكية التي خلقه الله عليها. تلك الحادث العجيب المدهش حين يتدبره الإنسان ويحاول تخيله، وعشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة عند سدرة المنتهى وجنة المأوى. عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي وتحلق بي رؤياي، وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي، وتابعته في الإحساس بتهافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتها وبنوتها وأنوثتها. وقفت أمام الكائن البشري ينشأ من الأرض، وأمام الأجنة في بطون الأمهات، وعلم الله يتابعها ويحيط بها. وارتجف كياني تحت وقع اللمسات المتتالية في المقطع الأخير من الصورة، أي صورة النجم. الغيب المحجوب الذي لا يراه إلا الله، والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء، والمنتهى إلى الله في نهاية كل طريق يسلكه العبيد. والحشود الضاحكة والحشود الباكية وحشود الموتى وحشود الأحياء، والنطفة تهتدي في الظلمات إلى طريقها وتخطو خطواتها وتبرز أسرارها، فإذا هي ذكرا أو أنثى، والنشأة الأخرى ومصارع الغابرين، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. واستمعت إلى صوت النذير، واستمعت إلى صوت النذير الأخير مثل الكارثة الداهمة. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. ثم جاءت الصيحة الأخيرة واهتز كياني كله أمام التبكيت المرعب. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فلما سمعت الآية فاسجدوا لله واعبدوا، كانت الرجفة قد سرت في قلبي حقا إلى أوصالي، واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي لم أملك مقاومته، فظل جسمي كله يختلج ولا أتمالك تثبيته، ولا أنا أكفكف دموعا هانئة لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة. وأدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح، لما سجد من سمع هذه الصورة، وأن تعليله قريب، إنه كامن في ذلك السلطان العجيب لهذا القرآن المجيد. للقرآن سلطان على القلوب، لا أحد يتمالكه. ويحكي الأستاذ سيد في ظلاله أنه في يوم كان في رحلة على السفينة، فجاء موعد صلاة الجمعة، فخطب الجمعة وقرأ قرآنا يتلى بصوت شجي،
فما تمالكت المرأة الأجنبية التي لا تفهم العربية إلا أن بكت بكاء شديدا. وبعد أن أنهى خطبته وصلاته قالت له: ما هذا الذي كنت تقوله أو تقرأه؟ فقال: هذا كتاب الله. فكان لهذا الكتاب على هذه المرأة الأجنبية أثرا غريبا، إنه سلطان القرآن، إنه سحر القرآن. تعالوا بنا لنتناول ما هي الخصائص التي تميز بها أسلوب القرآن حتى يؤثر في القلوب حتى وإن كانت كافرة. إن في هذا القرآن سر، إن في هذا القرآن سرا يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيها. إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا القرآن، يشعر أن هنالك شيئا ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير، وأن هناك عنصرا ما ينسكب في الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن يدركه بعض الناس، يدركه بعض الناس واضحا جليا، ويدركه بعض الناس غامضا، ولكنه على كل حال موجود هذا العنصر الذي ينسكب في الحس يصعب تحديد مصدره. أهو العبارة ذاتها هي التي أثرت، هي التي كان لها سلطان على القلب والعقل؟ أهو المعنى الكامن فيها؟ أهو الصور والظلال التي تشعها؟ أهو الإيقاع القرآن الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ أهي هي هذه العناصر كلها مجتمعة، أم أنها هي وشيء آخر وراءها غير محدود؟ ذلك سر مودع في كل نص قرآني يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء، ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة، الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكر في بناء القرآن كله. إنه سر غريب لا يعلمه إلا الله، للقرآن سلطان. للقرآن سلطان بما جعل الله له من أساليب فيه متنوعة ومختلفة. ولعل السائل يقول: ماذا تعني بأسلوب القرآن؟ أسلوب القرآن هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه. أسلوب القرآن هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار ألفاظه. لاختيار الألفاظ عند أهل البلاغة والعربية معايير ومقاييس. قد يكون اللفظ قليل الحروف لكنه كثير المعاني. هذا القرآن الذي له سلطان على القلوب والعقول نزل على معهود العرب في الألفاظ وفي الأساليب، يعني في ألفاظها الخاصة وأساليبها في ذكر معانيها أو التعبير عن معانيها. القرآن نزل على معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، لم يخرج عن هذا المعهود.
من حيث ذوات المفردات، يعني المفردة القرآنية والجمل وقوانينها العامة، أي القوانين التي وضعت لهذه اللغة، بل جاء كتابا عربيا جاريا على مألوف العرب من هذه الناحية، فمن حروفهم تألفت كلماته، ومن كلماتهم تألفت تراكيبهم، وعلى قواعدهم العامة في صياغة هذه المفردات وتكوين التراكيب جاء تأليفهم. ولكن المعجز والمدهش والمثير لأعجب العجب أنه مع دخوله على العرب من هذا الباب الذي عهدوا، ومع مجيئه بهذه المفردات والتراكيب التي توافروا على معرفتها وتنافسوا في حلبتها وبلغوا الشأوى الأعلى فيها، نقول أن القرآن مع ذلك كله وبرغم ذلك كله قد أعجزهم بأسلوبه الفذ ومذهبهم الكلامي المعجز. ولو دخل عليهم من غير هذا الباب الذي لا يعرفونه لأمكن أن يلتمس لهم عذرا، أو يلتمس لهم عذرا أو شبه عذر، أو أن يسلم لهم طعن أو شبه طعن. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون أن هذا القرآن جاء بلغتكم وبقوانينكم وبأساليبكم، لكنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، سواء مثله على مستوى القرآن كله، أو على مستوى العشر سور، أو على مستوى سورة ولو صغيرة. قد تحداهم القرآن ونجح نجاحا باهرا في هزيمتهم. وما دخل القرآن معركة مع مخالف له أو صاد عنه إلا وانتصر القرآن، إنه لكتاب عزيز. من خصائص أسلوب القرآن كما يقول الشيخ الزرقاني: مسحة القرآن اللفظية فإنها مسحة خلابة عجيبة تتجلى في نظامه الصوتي وجماله اللغوي. تأمل معي هذه القصة وهذه الحادثة التي رواها الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين على شرط البخاري. قال: روى الحاكم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد ابن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ عليه القرآن كأنه رق له. تأملوا، الوليد عندما سمع هذا القرآن رق قلبه، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعتقوه، يعني ليعتقوه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال الوليد: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه، أي في القرآن، قولا يبلغ قومك أنك منكر له وكاره. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم من رجل أعلم مني بالشعر، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا. ووالله، تأملوا هذه الكلمة التي حفظها التاريخ للوليد بن المغيرة، تأملوا هذه الكلمة التي سطرها المصنفون من أهل الحديث في كتب الحديث، تأملوا هذه الكلمة التي تكتب بماء من ذهب
من شهادة عدو على براعة القرآن وجمال القرآن ونظم القرآن والإعجاز الصوتي في القرآن. ماذا قال الوليد؟ قال: ووالله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمنير أعلى مشرق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى وإنه لا يحطم ما تحته. المرة أخرى نقرأ هذه الشهادة للوليد بن المغيرة وهو من أئمة الكفر، لكن تذوق هذا القرآن فعبر بسجيته عن جمال القرآن. ووالله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمنير أعلاه مشرق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى وإنه لا يحطم ما تحته. ما شاء الله. قال أبو جهل للوليد: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. فقال الوليد: دعني أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره من الأثر. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ظرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. رواه الإمام الحاكم في مستدركه. رأيتم كيف أنطق الله عز وجل هذا العدو اللدود بجمال هذا القرآن المجيد؟ رأيتم كيف أجرى الله عز وجل بسلطانه سلطان القرآن على قلب الوليد ابن المغيرة فقال قولة الحق عندما صادفت قلبا لأول مرة؟ والله ووالله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمنير أعلى مشرق أسفله وإنه لا يعلو ولا يعلى وإنه لا يحطم ما تحته. مثال يتبين به الكلام وما جاء في كتاب الرحمن سبحانه وتعالى من الإعجاز الصوتي الذي كان له أثر كبير على عقل وقلب الوليد. تأمل الصور المفتتحة بالحروف المفردة: قاف صاد نون. هذه الصور تشتمل الكثير من كلماتها على الحرف المبدوء بها. فالصورة المفتتحة بقوله تعالى قاف والقرآن المجيد مبنية على الكلمات القافية. مثال: من ذكر القرآن فيه حرف القاف، ومن ذكر الخلق حرف القاف، وتكرار القول حرف القاف، ومراجعته مرارا، والقرب من آدم، وتلقي الملكين، وقول العتيد، وذكر الرقيب، وذكر السابق والقرين، والإلقاء في جهنم أعذنا الله وإياكم منها. وسر آخر احتوت
عليه هذه الصورة المباركة، وهو أن كل معاني الصورة مناسب لما في حرف القاف من صفات الجهر، القلقلة، الانفتاح. تأمل هذا الإعجاز الصوتي في حرف القاف وفي هذه الصورة، صورة قاف، وأن هذه الصورة مبنية على حرف القاف أو الكلمات القافية، الكلمات القافية. صورة أخرى وهي صورة صاد، وصاد فيها صفير. ما سبب الصوت الصفير الذي افتتحت به صورة صاد؟ صورة صاد الذي افتتحت بحرف الصاد وهو الصوت الصفير فيه، سببه الخصومات المتعددة التي اشتملت عليها الصورة. تأمل، أولها خصومة الكفار مع النبي العدناني صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة إلها واحدة إلى آخر كلامهم في الصورة، ثم اختصام الخصمين عند داود وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، ثم تخاصم أهل النار، اقرأ معي إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، ثم اقرأ مع اختصام الملأ الأعلى في العلم وهو الدرجات والكفارات، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ثم تخاصم إبليس واعتراضه على ربه بالسجود وعدم السجود. قال يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين؟ أستكبرت أم كنت من العالي؟ ثم اختصامه أي إبليس مرة ثانية في شأن بنيه، وحلفا ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. تأمل، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. تأمل هذه الصورة التي بدأت بحرف صاد، وحرف صاد فيه صفة الصفير. لماذا جاءت؟ لأنها تكلمت عن الخصومات، خصومة آدم، خصومة قريش مع محمد صلى الله عليه وسلم، خصومة الخصمين عند داود، خصومة أهل النار، خصومة الملأ الأعلى في العلم، خصومة إبليس واعتراضه على أمر ربه بالسجود، ثم اختصام إبليس في بني آدم وحلفه أن يغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم. وتأمل بعض المعاصرين هاتين الصورتين، صورة قاف وصورة نون والقلم وما يسترون، صورة القلم. قال أفاد بعض المعاصرين من ذلك فعد هذه الحروف لحرف القاف في صورة قاف وحرف النون في صورة نون، وقال وقد عددت القافات التي وردت في صورة هذه الصورة قاف فوجدتها 57 مع أن آياتها 45، وفي صورة نون قد تكرر هذا الحرف فيها 124 مرة وآيتها 52، وجميع فواصل هذه الصورة تنتهي بهذا الحرف وهو حرف النون، إلا 10 آيات تنتهي بالحرف ميم، وهذان الحرفان متقاربان موسيقيا، هكذا يقول بتعبير العصر،
إذ هما حرف الغنة التي تخرج من الخيشوم. وللباحث المدقق أن يتدبر صورة قاف وصورة صاد وصورة نون. أولا يحدد صفات هذه الحروف، يعني صفات حرف القاف، صفات حرف الصاد، صفات حرف نون. ثم بعد تحديده لصفات هذه الحروف يرى كيف أن هذه الصفات موجودة في الصورة، فيها ما يخص المؤمنين وفيها ما يخص الكافرين وفيها ما يخص المنافقين. تأمل فيها فسوف تجد عجبا. عليك بتحديد صفات هذه الحروف، كما قلنا أن حرف قاف فيه من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح. خذ هذه الصفات واعرف ما معنى الشدة، واعرف ما معنى الجهر، وعرف ما معنى القلقلة، وعرف ما معنى الانفتاح، ثم طبق هذه الصفات على آيات الصورة فسوف تجد عجبا أن هذه الصفات متوفرة في هذه الصورة. متوفر فيها الشدة، متوفر فيها الجهر، متوفر فيها القلقلة، متوفر فيها الانفتاح. بعد معرفتك لمعاني معرفتك لمعاني الشدة ومعاني الجهر والقلقلة والانفتاح. وكذلك حرف الصاد سوف تجد أيضا عجبا عندما تعرف صفات حرف الصاد وتطبق هذه الصفات على آيات سورة صاد. وأيضا تعرف صفات حرف النون وتطبق هذه الصفات على سورة القلم فسوف تجد عجبا. وهكذا تجد أن الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم مطبق تطبيقا غريبا. المعنى الثاني وهو جمال القرآن اللغوي، ونريد بجمال القرآن اللغوي تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في رصف حروفه وترتيب كلماته ترتيبا دونه كل ترتيب، نظام تعاطاه الناس في كلامهم. وبيان ذلك أنك إذا استمعت إلى حروف القرآن خارجة من مخارجها الصحيحة تشعر بلذة جديدة في رصف هذه الحروف بعضها بجانب بعض في الكلمات والآيات. هذا ينقر وذاك يصفر من الصفير، وهذا يخفى وذاك يظهر، وهذا يهمس وذاك يجهر، إلى غير ذلك مما هو مقرر في باب مخارج الحروف وصفاتها في علم التجويد. وإذا أردت أن تستمع متأملا صحة المخارج فاستمع إلى الشيخ الحصري. هذه المخارج كيف يخرجها الشيخ؟ بأداء متمكن موفق مسدد، فعليك بسماعه والزمه لتعرف مخارج الحروف بعد أن تعرف وتتدرب على مخارج الحروف وصفتها. استمع كيف رصف القرآن وحروف القرآن في الكلمة، وكيف رصف جمل الكلمة، وكيف رصف جمل الصورة. تجد عجبا عجيبا، وكأن القارئ الشيخ الحصري يصور لك الأحداث عن طريق هذه الكلمات فسوف تجد عجبا. وانقل نفسك مع الشيخ الحصري لتجد مع المخارج النبرة الصوتية والخشوع، ثم انقل نفسك إلى الشيخ عبد الباسط لتستمع إليه و
تتلذذ بقراءته، لكن استمع متأملا. الخاصة الثانية من خصائص القرآن الكريم أن هذا القرآن يرضي العامة والخاصة، يعني يجد إذا قرئ أو قرأه العامي أو قرئ عليه أحس بجلاله وذاقوا حلاوته وفهموا منه على قدر استعدادهم ما يرضي عقولهم وعواطفهم. وكذلك الخاصة العالم النحرير إذا قرأ آية أو سورة فتحت عليه فيوضات القرآن وأحكام القرآن وفوائد القرآن وعبر القرآن وهدايات القرآن. قال الإمام ابن تيمية: عندما أقرأ آية يفتح علي فيها أكثر من 70 مسألة، فلا أعلم أحب المسائل إلى الله فأذهب إلى الحقل الحقول الغيطان فأمرغ جبهتي في التراب وأقول: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح الله عز وجل علي بأحب المسائل إليه وأحسن المسائل في فهم الآية. وقال الإمام ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن: لقد أمليت 500 مسألة في سورة نوح. 500 مسألة في سورة نوح استنبطها الإمام. وتأمل معي: عندما سمعت المرأة العادية آيات القرآن وتأثرت بها وهي قد غضبت من زوجها وذهبت إلى بيت أبيها وهي في الطريق، سمعت القارئ يقول: خلق الإنسان في كبد. فقالت: والله لكبد زوجي خير من كبد أبي وأمي. ثم رجعت إلى بيتها لتعمره وتجعله رحمة ومودة. هذه المرأة البسيطة فهمت من القرآن ما أدى إلى استقرار بيتها والحفاظ عليه. وأخرى لما حدث في عام من الأعوام أنه كان فيه فيروس انتشر وأصاب منه جزءا من الحجيج وأيضا العمار، فنصحت امرأة أختها عندما أرادت أن تذهب لأداء العمرة، فقالت لها: أوليس الله قال: ومن دخله كان آمنا. ما أجمل القرآن عندما يلقى أرضا خصبة تنبت فيها الفوائد والعبر التي تغير من سلوك الإنسان والتي تجعله آمنا بين يدي الرحمن في كونه وفي تكاليفه وفي أحكامه. فهذا القرآن فيه إرضاء للعامة وفيه إرضاء للخاصة، فكل يأخذ على قدر استعداده وعلى قدر قريحته. اللهم اجعلنا ممن فتحت عليهم في كتابك الكريم. الخاصة الثالثة من خصائص أسلوب القرآن إرضاؤه العقل والعاطفة. الإنسان مكون من عقل يفكر وقلب ينبض ويتأثر، وعندما يلقي الخطيب قوله مراعيا لإثارة العقل
والتأثير في القلب فقد نجح نجاحا باهرا، وقد نجح القرآن نجاحا باهرا في الجمع بين غذاء العقل وغذاء القلب. تأمل معي، قال الله عز وجل في سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال أيضا في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. دلل الله عز وجل بآيتين مستخدما أسلوبا لإثارة العقل وأسلوبا لإثارة القلب. أما الأسلوب لإثارة العقل فهو في آية سورة الصورة التي سورة فصلت أثار العقل حتى يفكر كيف ينزل الله عز وجل الماء على الأرض فينبت فيها الزرع. دلل الله عز وجل على إمكانية البعث وقدرته على البعث بهذا الأمر، فهذا إثارة القلب. ودلل في سورة قاف أيضا قدرته سبحانه وتعالى على البعث، لكن قال كذلك الخروج، أي كذلك خروج الناس من قبورهم ووقوفهم أمام ربهم سبحانه وتعالى ليحاسبهم فيعطي المحسن على جزاء إحسانه ويعطي المسيء جزاء على ما أساء. تأمل هذا الأسلوب البارع الذي أقنع العقل وأمتع العاطفة في آن واحد، حتى في الجملة التي هي بمثابة النتيجة من مقدمات الدليل، إذ قال في الآية الأولى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذه هي النتيجة، هذا هو الغرض والمقصد من سوق الآية. وفي الآيات الأخيرة كذلك الخروج في آية سورة قاف: كذلك الخروج. يا للجمال الساحر ويا للإعجاز الباهر الذي يستقبل عقل الإنسان وقلبه معا بأنصع الأدلة وأمتع المعروضات في هذه الكلمات المعدودات. وبهذا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكون للخطيب أن يكون له أثرا في العقول والقلوب، فيستخدم الجمع بين إثارة العقل والتأثير في القلب. تعالوا بنا نأخذ مثالا تطبيقيا على ذلك. تأمل قصة سورة يوسف عليه السلام. هذه السورة التي بنيت على الابتلاء والتمكين، كما قال الشافعي الزكي عندما سئل: أيبتلى المؤمن أولا أم يمكن؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. ألم ترى إلى يوسف عليه السلام ابتلي ثم مكن. هذه الصورة بنيت على الابتلاء والتمكين، الابتلاء قبل التمكين. تأمل كيف يأتي في خلال هذه الصورة بالعظات البالغة ويطلع المؤمنين من خلالها بالبراهين الساطعة على وجوب الاعتصام بالعفاف والشرف والأمانة، إذ قال في فصل من فصول تلك القصة الرائعة: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. تأمل ثلاث دواعي للغواية، قابلها ثلاث دواعي للعفاف. تأمل الثلاث دواعي للغواية، تأمل المراودة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. اثنين، وغلقت الأبواب، أغلقت الأبواب جميع الأبواب، يدل على أن القصر مليء بالأبواب وهي السلطانة المتحكمة في ذلك. ثالثا، وقالت هيت لك، أي تهيأت لك، تجهزت لك. ثلاث دواعي من الدواعي التي تدعو والعياذ بالله إلى الغواية، قابلها ثلاث دواعي من دواعي العفاف. تأمل في قوله سبحانه قال معاذ الله، وهو العوذ بالله فيما لا يقدر عليه العبد، يعني الاستعاذة بالله فيما لا يقدر عليه العبد. وهذا الأمر كما تعلمون أن الغريزة الجنسية في الإنسان من أقوى الغرائز وأشرسها. قال معاذ الله، أستعيذ بالله من هذه الأفعال التي قدمتميها. إنه ربي أحسن مثواي، يعني مقابل الوفاء الأمانة. إنه لا يفلح الظالمون، لأنه لو تعدى لكان ظالما. ما شاء الله، علمنا يوسف عليه السلام من هذه الآيات أن الغواية إذا كانت قوية، إذا كانت شديدة، إذا كان لا يتحملها المرء وتثير في نفسه الغريزة، أن يلجأ إلى الله. معاذ الله، معاذ الله، أستعيذ بالله من أمر لا أقدر عليه إلا أن يعينني. إنه ربي أحسن مثواي، هنا شهد لصاحب القصر للوزير بأنه كان آمينا معه، فكان يوسف أيضا أمينا على عرضه. ثم قال إنه لا يفلح الظالمون، نفى الفلاح على الظالم الذي يتعدى حدوده ويضع الأمر في غير محله. صلى الله على يوسف، وما أحسن وأبرع هذا الأسلوب، أسلوب إقناعي يؤثر في النفوس، يجمع ما بين العقل والعاطفة. تأمل هذا، تجد أن القرآن كله مزيجا حلوا سائغا يخفف على النفوس أن تجرع الأدلة العقلية، ولا بد من المزيج مع اللفتات العاطفية، ويوجه العقول والعواطف معا جنبا إلى جنب لهداية الإنسان وخير الإنسان. ما أعظم القرآن الذي أنزله الرحمن لينجي به الإنسان من غواية الشيطان. الخاصة الرابعة، جودة سبك القرآن وإحكام سرده. أنتم عندما ترون سبيكة من الذهب أصيلة تقولوا ما أعظم هذه السبيكة. وأيضا عندما يعرض أحد قصة أو أمرا في خطوات يحسن عرض سرده فتقول ما أحسنه. هنا أيضا المراد أن القرآن مترابط الأجزاء، متناسب تناسب، متناسبا تناسبا قويا. يعرف هذا الإحكام والترابط في القرآن كل من ألقى باله إلى التناسب الشائع فيه
من غير تفكك ولا تخاذل ولا انحلال ولا تنافر، بينما الموضوعات مختلفة متنوعة، فمن تشريع إلى قصص إلى جدل إلى وصف إلى غير ذلك. تأمل معي كيف أن الله عز وجل آثر ذكر الجوف في مكان، وآثر ذكر البطن في مكان. تأمل معي، قال ربنا سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال تعالى: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا. استعمل الجوف في الآية الأولى والبطن في الثانية، ولم يستعمل الجوف موضع البطن ولا البطن موضع الجوف، واللفظتان سواء في الدلالة، وهما ثلاثيتان في عدد واحد ووزنهما واحد، فانظر إلى سبك الألفاظ كيف تفعل. تأمل ما السبب في اختيار اللفظين كل لفظ في موضعه. يمكن أن يكون السبب في هذا الاختيار عائدا إلى الدلالة الإيحائية لكل من هاتين اللفظتين، وذلك لأن مادة كل منهما تختلف بعض الاختلاف عن مادة اللفظة الأخرى. فمادة الجوف توحي بالضمور والخلو والانحصار والعمق، وخاصة بما يرسمه حرف الجيم وبعده حرف الواو الساكن ثم الفاء من دلالة إيحائية، على عكس مادة البطن التي توحي بالنتوء، يعني نتوء يعني ظهور، يعني نتوء يظهر بروز وبروز وانكشاف، وهي أنسب للحمل من مادة الجوف. فالجنين المكنى عنه بقوله تعالى على لسان مريم: ما في بطني محررة، يناسبه كثيرا النتوء والبروز والانكشاف مثلما هي حال الحامل، ويناسبه تبعا لذلك لفظ بطن دون الجوف. تأمل كل لفظة مع قد تكون وحدة الدلالة، إلى أن كل لفظة اختيرت في مكانها لا يسد مسدها لفظة أخرى. تأمل في هذا التناسب العجيم الغريب الباهر في سورة الفاتحة في رصف حروف وكلمات وجمل سورة الفاتحة. لقد افتتحت هذه السورة الكريم متوجة بسم الله، كما يتوج القاضي كل حكم من أحكامه باسم جلالة الملك، لإعلان الجهة التي يستمد منها نفوذه في صدور أحكامه. ثم انتقل الكلام فيها سريعا إلى الاستدلال على أن الاستعانة إنما هي به تعالى وحده، وذلك بإضافة الاسم إلى لفظ الجلالة: إياك نعبد وإياك نستعين، الذي هو اسم الذات الجامع لصفات الكمال، وبوصف لفظ الجلالة بأنه هو الرحمن الرحيم. ثم انتقل الكلام إلى إعلان أنه تعالى مستحق للمحامد كلها ما دام أنه المستعان به وحده، ثم انتقل الكلام إلى تدعيم هذا الاستحقاق بأدلة ثلاثة جرت على اسم الجلالة مجرى الأوصاف في مقام حمده: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم انتقل الكلام إلى إعلان وحدانيته في ألوهيته وربوبيته: إياك نعبد وإياك نستعين، ما دام أنه هو المعين وحده ومستحق المحامد كلها وحده. ثم انتقل الكلام في براعة إلى بيان المطمح الأعلى للإنسان، وأن هذا المطمح الأعلى هو الهداية إلى الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذا المطمح عن طريق أحد
إلا عن طريق الله وحده بقرينة ما سبق من أدلة التوحيد والتمجيد قبله. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم يعني أحق من يلجأ إليه من وصف نفسه بوصف نفسه بالرحمة، من وصف نفسه بالملك، من وصف نفسه بأنه مالك يوم الدين وبأنه مستحق للمحامد كلها، هو الذي يجب أن يدعوه المؤمن فيطلب منه الهداية إلى الصراط المستقيم. ثم انتقل الكلام من حيث لا تشعر أو من حيث تشعر إلى تقسيم الخلق بالنسبة إلى هذه الهداية اهدنا الصراط المستقيم إلى أقسام تنبيها وإغراء على المقصود وتحذيرا وتنفيرا من الوقوع في نقيض هذا المقصود. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الصنف الأول، غير المغضوب عليهم، هذا هو الصنف الثاني، ولا الضالين، هذا هو الصنف الثالث. فانقسم الناس إلى المنعم عليهم، الضالين، المغضوب عليهم، الضالين. ثم إذا تأملت في بداية سورة البقرة وجدت هذا التفصيل عندما جاءت سورة البقرة ووضحت وتكلمت عن أثر الكتاب، لما قال ربنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فوصفت الصنف الأول وهم المنعم عليهم أنهم المتقون، وذكرت لهم ذكرتهم في 5 آيات. ثم ذكرت إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فذكرت آيتين في حق الكافرين الراسخين في الكفر. ثم ذكرت الصنف الثالث المنافقين، وذكرت في 15 آية في هذه السورة لخطورة هؤلاء بين صفوف المؤمنين. تأمل كيف أجملت سورة الفاتحة أصناف الناس، وكيف فصلت سورة البقرة هذه الأصناف في آياتها. وانظر إلى هذا الترابط الغريب، وأيضا انظر وتأمل كيف ختم الله القرآن بقوله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين. نحمد الله عز وجل على ما أعاننا به على الشيطان الرجيم وعلى حزبه، الحمد لله رب العالمين. تبدأ هكذا الصورة، صورة الفاتحة، وهكذا تجد الترابط الغريب. مثلا لما ختم الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، قال في بداية سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهكذا تجد الترابط بين الصور والترابط بين الآيات في سبك غريب وعجيب. الخاصة الخامسة من خواص أسلوب القرآن براعته. الخاصة الخامسة هي البراعة في تصريف القول وثروته في أفانين الكلام، حيث يورد الله سبحانه وتعالى المعنى الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة بمقدرة فائقة خارقة تنقطع في حلبتها أنفاس موهبين من الفصحاء والبلغاء. تأمل معي عندما
يعبر الله سبحانه وتعالى عن طلب الفعل من المخاطبين، يطلب فعل من المخاطبين. كيف يعبر القرآن على هذا الطلب للفعل من المكلفين؟ أول شيء الإتيان بصريح مادة الأمر، نحو قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تأمل، يأمركم، الإتيان بصريح مادة الأمر بهذا الفعل الممدوح المحبوب. ثانيا الإخبار بأن الفعل مكتوب، بأن الفعل مكتوب على المكلفين، نحو كتب عليكم الصيام. اختيار كلمة كتب لا يحل محلها فعل آخر، ولا يؤدي مؤداها فعل آخر. والإخبار بكونه على الناس نحو قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وكأنه دين على الإنسان تجاه الرحمن سبحانه وتعالى. وتأمل والإخبار عن المكلفين بالفعل المطلوب منه، مثل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أي مطلوب منهن أن يتربصن. أيضا والإخبار عن المبتدأ بمعنى يطلب تحقيقه من غيره: ومن دخله كان آمنا. أي مطلوب من المخاطبين تأمين مدخل البيت الحرام. وطلب الفعل بصيغة فعل الأمر نحو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أو بلازم الأمر: ثم ليقضوا طفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والإخبار عن الفعل بأنه خير، لأن النفوس تحب اللفظ الذي يدخل عليها السرور والمريح لهذه النفوس. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الصلح خير، الإصلاح خير. تأمل هذه المعاني الجميلة التي تحبها النفس البشرية ولا تنفر منها. ووصف الفعل وصفا عنوانيا بأنه بر، نحو قوله: ولكن البر من اتقى. ووصف الفعل بالفريضة: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي من بذل المهور والنفقة. وترتيب الوعد والثواب على الفعل نحو قوله: الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وترتيب الفعل على شرط قبله نحو: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأيضا إيقاع الفعل منفيا معطوفا عقب استفهام نحو: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أي تذكروا. وإيقاع الفعل عقب ترجي نحو: ولعلكم تشكرون، يعني الأمر بالشكر. وترتيب وصف شنيع على ترك الفعل نحو: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهكذا تجد أن تعبيرات القرآن اختيرت ببراعة تؤثر في النفوس وتدفع على الامتثال، سواء كان هذا الأمر محبوبا أم مكروها، سواء كان ممدوحا أو مزموما. ومنه تعبيره عن النهي بالوسائل الآتية: النهي يعني النهي عن الرذائل، النهي عن الأخلاق السيئة، وهكذا. مثال الإتيان في جانب الفعل بمادة الفعل، مثلا بمادة النهي نحو: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. لفظ نهي نفسه، إنما ينهاكم، ينهاكم.
والإتيان في جانبه بمادة التحريم نحو إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ونفي الحل عنه نحو لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، والنهي عنه بلفظ لا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ووصفه ووصف هذا النهي بأنه ليس برا نحو وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ووصفه بأنه شر. انظر إلى أساليب القرآن في التنفير من الرذائل والأخلاق السيئة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم يختار القرآن الألفاظ التي تنفر من فعل الرذائل، التي تنفر من فعل الفواحش والعياذ بالله، وذلك وذكر الفعل مقرونا بالوعيد نحو والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وذكر الفعل منسوبا إليه الإثم نحو فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. عندما يعلم الإنسان أن التبديل يؤثمه أمام الله عز وجل ويوصف فعله بالإثم وأن فاعله آثم ينفره من الفعل، وهكذا تجد في كتاب الله عز وجل الأساليب التي راعت اختلاف العقول واختلاف الفطر واختلاف تأثر القلوب، فاستخدمت الأساليب التي تنفر من فعل الرذائل والفواحش والأخلاق السيئة. وأيضا نظم الأمر في سلك ما هو بالغ الإثم والحرمة، والإخبار عن الفعل بأنه رجس ووصفه بأنه من عمل الشيطان، والأمر باجتنابه ورجاء الفلاح في تركه وترتيب مضار مؤذية على فعله، والأمر بالانتهاء عنه في صورة الاستفهام. وتمثل لهذه الطرق كلها بتحريم الخمر والميسر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، تأمل، رجس فقط من عمل الشيطان، يعني من يفعله فهو شيطان، من يشرب الخمر، من يلعب الميسر فهو شيطان. تأمل لو علم العبد أن الله وصف هذا الفعل بأنه رجس وهو ما تنفر منه النفس البشرية، يسبب في النفس البشرية نفرة من الفعل، وأيضا أنه من عمل الشيطان، يعني من يفعل ذلك فهو شيطان. هل يريد الإنسان السوي الفطرة النقي القلب المستقيم العقل أن يفعل الأفعال التي توصف بالركس وهو الشيء المنفر القذر والعياذ بالله، أو يوصف فعله بأنه من عمل الشيطان؟ هل يرضى الإنسان أن يوصف بأنه شيطان والعياذ بالله؟ لذلك قال ربنا سبحانه رجس من عمل الشيطان، تأملوا مع بعضه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهكذا اختار الله عز وجل الألفاظ التي تنفر النفس البشرية السوية من فعل الموبقات، من فعل الفواحش، من فعل الرذائل. ومنها تعبيره عن إباحة الفعل بالطرق الآتية. تأمل أسلوب القرآن في التعبير عن الإباحة
التصريح في جانبه بمادة الحل نحو أحلت، لاحظوا الجمال، أحلت لكم بهيمة الأنعام، فهي حلال. والأمر به مع قرينه، مع قرينة صارفة عن الطلب نحو وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا مع ولا تسرفوا. ونفي الإثم عن الفعل نحو قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. تأملوا هذه الألفاظ التي تستميل النفس البشرية، التي ترفق بالنفس البشرية، التي تحب النفس البشرية في الامتثال لأوامر ربها سبحانه وتعالى. ونفي الحرج عنه، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي في ترك القتال، في ترك القتال أو في الأكل من البيوت. ونفي الجناح عنه في غير ما ادعى فيه الحرمة نحو ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. أيضا وإنكار تحريمه في صورة استفهام نحو قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والامتنان بالشيء ووصفه بأنه رزق حسن. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تجد هذا النص الكريم في سورة الفتح عقب توعد من يتخلف عن القتال في قوله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم. ثم تجد هذا النص الكريم أيضا في سورة النور نازلا بسبب هو أن المسلمين كانوا إذا خرجوا إلى الغزو ووضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والمريض والأعرج وعند أقاربهم ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهم، فكانوا يتحرجون ويقولون نخشى ألا تكون نفوسهم بذلك طيبة. هكذا نجد أن القرآن صرف الأقوال بما يحقق للإنسان الكمال الإنساني ورضا الرحمن عنه. تعالوا نشوف الخاصة السادسة، جمع القرآن بين الإجمال والبيان. جمع القرآن بين الإجمال والبيان مع أنهما غايتان متقابلتان لا يجتمعان في كلام واحد للناس، بل كلامهم إما مجمل أو وإما مبين، لأن الكلمة إما واضحة المعنى لا تحتاج إلى بيان، وإما خفية المعنى تحتاج إلى بيان. ولكن القرآن وحده هو الذي انحرقت له العادة فتسمع الجملة منه وإذا هي يعني بينة مجملة في آن واحد، أما إنها بينة أو مبينة. تعالوا نقرأ معا قول الله عز وجل إلا ما يتلى عليكم، لأن الأول متردد، يعني مثلا تعالوا إلا ما يتلى عليكم، وما يتلى عليكم هذا في قوله سبحانه وتعالى بينه في قوله سبحانه وتعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم وهكذا، والمبين في نحو قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم. أحيانا يجمل ثم يبين بعد ذلك، وهذه قصيصة من خصائص القرآن. الخاصة السابعة قصد القرآن في التعب في اللفظ، وقصد القرآن في اللفظ وأيضا في اتساع المعنى. تأمل معي قوله سبحانه وتعالى، يعني من الخاصة السابعة والأخيرة، وهي قصد القرآن في اللفظ مع وفائه بالمعنى. يعني اللفظ قد يكون قليل الحروف
لكنه كثير المعنى، وكأنك تقول أعطنا مثال يتضح به الكلام. قال ربنا في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لماذا اختار الله عز وجل لفظ هدى بالمصدر ولم يختر هاد؟ لم يقل ذلك الكتاب لا ريب فيه هاد للمتقين. لماذا اختار الله عز وجل لفظ هدى بالمصدر؟ لأن هذا اللفظ الهدى فيه وفرة من المعاني، مع أنه عدد الحروف قليلة. تأمل معي هذه المعاني التي حواها وعبر عنها المصدر هدى. أن القرآن أولا فيه ثلاثة معاني: بيان كون القرآن هدى، وكيفية صفة المتقي فيها معاني. تأملوا أن القرآن هدى في زمن الحال، لأن الوصف بالمصدر عوض عن الوصف باسم الفاعل، وزمن الحال هو الأصل في اسم الفاعل، والمراد حال النطق، والمتقون هم المتقون في الحال أيضا، لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال كما قلنا، أي أن جميع من نزه نفسه وأعدها لقبول الكمال يهديه هذا الكتاب أو يزيده هدى، كقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. الثاني أنه هدى في الماضي، فهو هدى في الحال وهدى في الماضي، أي حصل به هدى بما نزل من الكتاب، فيكون المراد من المتقين من كانت التقوى شعارهم، أي أن الهدى ظهر أثره فيهم فاتقوا وعليه، فيكون مدحا للكتاب بمشاهدة هديه، وثناء على المؤمنين الذين اهتدوا به، وإطلاق المتقين على المتصفين بالتقوى فيما مضى، وإن كان غير الغالب في الوصف باسم الفاعل إطلاق يعتمد على قرينة سياق الثناء على الكتاب. الثالث أنه هدى في المستقبل للذين سيتقون في المستقبل، ويتعين وتعين عليه منها قرينة الوصف بالمصدر في هدى، لأن المصدر لا يدل على زمان معين. من مرة أخرى ببساطة، المصدر ليس له زمان معين، فيشمل المصدر التعبير بالهدى في الحال، التعبير بالهدى في الماضي، التعبير في الهدى في المستقبل، فشمل الزمان كله. حصل من وصف الكتاب بالمصدر من وفرة المعاني ما لم يحصل لو وصف باسم الفاعل هاد، يعني فقيل هاد المتقين، فهذا ثناء على القرآن وتنويه به، وتخلص للثناء على المؤمنين الذين انتفعوا بهديه. والقرآن في التعبير بالهدى لم يزل ولن يزال هدى للمتقين. كيف هكذا؟ فمنهم من يعني ينتفع به المتقون في جميع مراتب التقوى، فمنهم منتفع بهديه في الدين، ومنهم منتفع بهديه في السياسة وتدبير أمور الأمة مثل الحكام والملوك والخلفاء، ومنهم منتفع به في الأخلاق والفضائل كعموم المسلمين وخصوصهم، ومنهم منتفع به في التشريع والتفقه في الدين كالسادة العلماء، وكل أولئك من المتقين، وانتفاعهم به على حسب مبالغ تقواهم. رأيتم كيف عبر الله بلفظ قليل الحروف كثير المعاني: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتأملوا في قول الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا. تأملوا لماذا آثر الله عز وجل كلمة الفضل ونكرها؟ لماذا لم يقل ولقد آتينا داود منا الفضل؟ أولا التنكير للتعظيم، لتعظيم هذا الفضل. يعني إيه؟ يعني قد يكون هذا الفضل هو النبوة، قد يكون هذا الفضل هو الملك،
قد يكون هذا الفضل والعناية بإصلاح الأمة، لأنه قام بها داود خير قيام. وقد يكون الفضل القضاء بالعدل، وهي صفة من صفات داود. وقد يكون الفضل الشجاعة في الحرب، وهو الذي قتل قتل جالوت، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة. وقد يكون الفضل سعة النعمة عليه، وقد يكون الفضل إغناؤه عن الناس بما ألهمه ربه من صنع دروع الحديد، وقد يكون الفضل إيتاؤه الزبور، وقد يكون الفضل حسن الصوت وطول العمر في الصلاح وغير ذلك. تأملوا كلمة فضلا في هذا السياق شملت معاني كثيرة، 3 حروف لكن شملت من المعاني الكثيرة. وهكذا القرآن إيجاز وإعجاز، وهكذا القرآن إيجاز وإعجاز. تأملوا كلمة الفضل هذه شملت النبوة، شملت الملك، شملت العناية بإصلاح الأمة، شملت القضاء بالعدل، شملت فضل الشجاعة، الشجاعة في الحرب، شملت سعة النعمة عليه، شملت إغنائه عن الناس، شملت إيتاؤه الزبور، شملت حسن الصوت وطول العمر في الصلاح وغير ذلك. أكثر من 9 معان شملتها هذه الكلمة، وفيها أيضا من الكثير ما يفتح الله عز وجل به على عباده الصالحين. هكذا تعرضنا اليوم وعرضنا اليوم إلى خصائص أسلوب القرآن، وكيف أثر كلام الرحمن في قلوب البشر ونزع منها نزغات الشيطان. فعلينا بهذا القرآن وتأمله وتدبره حتى يحقق لنا ربنا سبحانه وتعالى الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة تبارك. وفي هذا السياق ضرورة أن يقوم المرء المتدبر لكتاب الله بعمل دفتر مع قلم، وهو يختم ختمة، فيقول مثلا على سبيل المثال يأخذ ختمة كيف أساليب القرآن في التحبيب في الأخلاق الطيبة، وأساليب القرآن في التنفير من الأخلاق السيئة، ويزن كيف استخدم القرآن هذه الأساليب في التنفير وفي التحبيب. وأيضا مثلا صفات المتقين وصفات المجرمين، وكيف لا لكن نركز هنا على الأساليب ليست الصفات. فنأخذ أساليب القرآن في التنفير في العقائد الفاسدة، أساليب القرآن في التنفير من العبادات الفاسدة، أساليب القرآن في التنفير من الأخلاق والرذائل والفواحش، وأساليب القرآن في التحبيب في الامتثال للعبادات والأخلاق الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل والعمل به، وأن نكون من الذين قال فيهم نبيه صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.